لعل هذه المشكلة ليست مشكلة هذا السائل الوحدة، ربما مشكلة كثير من الناس، يعني من لا يدفع الرشوة ومن ليس له جاه ويعني وسائط في الجهة اللي تصدر الجوازات قد يعرقل وتضاع منه جوازه وتضيع عليه مصالحه وقد يكون أحيانا مريض. فنرجو من الناس الإخوة المسؤولين عن هذا الأمر أن يرفعوا هذا الإشكال على الناس يراقب الموظفين إذا ويراقب تعرضوا الموظفين. للتحقيق. من الأسباب التي تكون بسبب إهمال الطرقات، الطريق ينبغي أن تكون صالحة للسير بها، التخطيط المعتاد، الخطوط البيضاء في وسط الطريق، الخطوط الصفراء في جانب الطريق، يعني اللوحات وإشارات تنبه على المنعرجات والمعطفات والأماكن الضيقة والأماكن المتعرجة، أماكن يجب أن تكون فيها إشارات مرور، أماكن يجب أن تكون فيها إضاءة. إذا كان الجهات المسؤولة عن الطرق اللي عندها ولاية الأمر تهمل هذه الأشياء وتتركها وهي تأخذ عنها مقابل هذه الخدمة، تأخذ عنها في رسوم من أصحاب السيارات في العالم كله، كل من يمتلك رخصة لقيادة سيارة تأخذ منه ضريبة مقابل خدمات. الضريبة هذه مشروعة في هذا الأمر لأنها مقابل خدمات تؤدى له ويقبضها. في العالم المتحضر يعني هناك خدمات حقيقية، يعني ما يدفع الإنسان يقبض بقدر ما يدفع. لكن في البلدان النامية المتخلفة الإنسان يدفع وقد يتحايل على الدفع ولكن لا تقدم له خدمات. الطرق كلها حفر ومعرجات وما فيش تنبيه، ما فيش خطوط، ما فيش إنارة.